نادي الخليج الذي صعد للمرة السابعة إلى دوري المحترفين، 7 مرات يصعد فيها الخليج، وكل مرة نقول بيثبت هذه المرة فيهبط. أندية كثيرة صعدت من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى ثم بقت إلى في الممتاز وثبتت، منها أندية زي الفيصلي، عندك الاتفاق صعد قبل عدة سنوات، الرائد، ضمك هذا طبعا قصة نجاح، الفتح، الطائي الآن ما نندرى يعني ها أبها، يعني في أندية كثيرة صعدت وثبتت وأصبحت من أركان دوري المحترفين. الخليج هل 7 مرة راح يكون بداية تواجد دائم في أكبر مسابقة كروية سعودية، ولا راح يكون ضيف يزورنا مثل القرقيعان مرة في السنة؟ خلنا نتابع هذا التقرير. أفراح واسعة تعيشها جماهير كرة القدم في سيهات خاصة والقطيف والمنطقة الشرقية عامة بالإنجاز الذي حققه نادي الخليج بحصول على لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى وصعوده للمشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هذه الأفراح لن تستمر طويلا، وخاصة لإدارة الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل، حيث ينتظرها عمل كبير وصعب لتجهيز الفريق لمنافسات الدوري الأقوى عربيا الموسم القادم. ملفات هامة تنتظر حلولا فعالة وسريعة لتحقيق هدف البقاء وتجنب الهبوط والعودة إلى دوري الأولى. التعاقد مع جهاز فني مناسب لقيادة الفريق سيكون أولى المهام الواجب إنجازها، فالمدرب سيكون عنصرا أساسيا في رسم خطة الفريق الاستعدادية للموسم المقبل. الخطوة الثانية ستكون تدعيم الفريق باستقطابات محلية وتعاقدات أجنبية. 8 محترفين أجانب الموسم المقبل سيشكلون العصب الفني للفريق. ويبرز بين هذه الملفات ملف ملعب نادي الخليج الذي يحتاج لتجهيز الاشتراطات المطلوبة للعمل عليها لتهيئة الملعب على الأقل لكي يخوض الخليج فيها مبارياته الغير جماهيرية. كل تلك الأمور تستوجب موارد مالية تسمح لإدارة النادي بالتحرك والعمل لإنجاز المهام المطلوبة. النواحي المالية هي من سيحدد مستقبل الخليج في الموسم القادم. الخليج المتأسس عام 1945 شارك في الدوري الممتاز السعودي 6 مرات، وهناك رغبة قوية لعشاق النادي أن يكون التواجد 7 تواجدا دائما يثبت فيه أبناء الدان أقدامهم في دوري المحترفين السعودي. المهمة صعبة وتحتاج لتكاتف الجميع، فهل تستطيع إدارة الخليج بقيادة المهندس علاء الهمل تنفيذ المهمة وتحويل الحلم إلى حقيقة ثابتة على أرض الواقع؟